رمضان واش تستهدم بالصحة الرعدة؟ نحن هنا مرابطون على الحدود الجزائرية. رمضان كريم مع وفير من الصحة والهناء. رمضان مبارك كريم. أقدم أحر تهاني للشعب الجزائري. أقدم للشعب الجزائري بأحر التهاني وصيام مقبول. وين نزول في الأول؟ مرحبا بيس بصحة رمضان واش تستهدم بالصحة الرعدة؟ أقل هذا كاين التاسع الحدود يضواس وكان سيدي موتا كاين لثلويت. بمناسبة حلول الشهر الفضيل رمضان المبارك على الأمة الجزائرية، أتقدم باسمي وباسم كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي بحار التهاني وأطيب الأماني. نحن هنا مرابطون على الحدود الجزائرية في سبيل أمن واستقرار البلاد. بمناسبة حلول شهر رمضان نتمنى للشعب الجزائري رمضان كريم مع وفير من الصحة والهناء، وإن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والهناء، وكل عام وأنتم بخير. نحن أفراد الجيش الوطني الشعبي واقفون على سلامة أرض الوطن وسلامة شعبنا الأبي. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أتقدم للشعب الجزائري بأحر التهاني وصيام مقبول، ونحن حراس الحدود حريصون على حماية الوطن وحماية الحدود. بمناسبة شهر رمضان الكريم أقدم أحر تهاني للشعب الجزائري وصحة رمضانكم.